ما دام العراق حقق أكبر ناتج للنمو بالنسبة يعني على صعيد العالم العربي، كيف يعني بتقديرك يمكن أن يوظف أو يستفيد منه العراق؟ يعني كيف للحكومة أن توظف هذا النمو؟ يعني وهل سينعكس أيضا إيجابا على قيمة الدينار العراقي أم أن هذه الزيادة لا قيمة لها؟ الحقيقة هذه التوقعات مصدرها الأساسي كما قلنا هو ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الأداء الجيد لحكومة الكاظمي من خلال فرض سيطرة الدولة بشكل أفضل على المنافذ الحدودية. هذا الأمر زاد من الإيرادات العامة، بالإضافة إلى مثلا حماية الإنتاج الوطني وخصوصا في القطاع الزراعي، حماية المحاصيل الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا. هذه كلها جهود أدت إلى الوضع الذي نحن فيه. أعتقد أنه على حكومة السيد الكاظمي أو الحكومة المقبلة توظيف هذه الإنجازات، توظيف هذه الوفرات النفطية أو المبالغ النفطية الإضافية التي حصل عليها العراق في من أجل انعاش الاقتصاد العراقي، ومن أجل أيضا انعاش القطاعات غير النفطية، لأنه نحن لا يمكن أن نعتمد على النفط على المستوى البعيد. اليوم أسعار النفطية تتجاوز $100، 100 أو 106 دولار، ربما بعد فترة وجيزة أشهر أو سنة قد تنخفض أسعار النفط وفقا للمعطيات الدولية التي تدعو إلى التقليل من الاعتماد على النفط والوسائل الطاقة النظيفة وغيرها. فبالتالي يجب توظيف هذه الوفرات المالية في تنويع الاقتصاد العراقي، إنعاش الاقتصاد الزراعي مثلا أو القطاع الصناعي. لا زال العراق لا يستغل جزء كبير من إمكانياته الزراعية، لدينا موارد زراعية هائلة جدا، أرض صالحة للزراعة وشعب متمرس على الزراعة وثروة حيوانية هائلة، ولكن للأسف لا زلنا نستورد من دول الجوار الكثير من المحاصيل الزراعية، وهذا ما يضر باقتصادنا ويؤدي إلى نزيف العملة الصعبة ويؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة. أيضا القطاع الصناعي، نعم اليوم ربما هنالك تحسن طفيف على مستوى الإنتاج الصناعي، عندما تذهب إلى الأسواق تجد البضاعة أو المنتج العراقي، ولكن لا زالت لدينا نسبة كبيرة وكميات كبيرة من السلع الصناعية المستوردة. لو تمكنت الحكومة من خلال وضع الخطط المناسبة من دعم القطاع الصناعي وإنشاء المئات والآلاف من المشاريع الصناعية التي تنتج ما يتم استيراده وحماية إنتاجها، لتمكننا من التقليل من الاعتماد على النفط، ولا خلقنا مئات الآلاف ربما من الوظائف.